صافي ماشي مشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يخفى على أحد الآثار المعنوية التي تخلفها الكوارث الطبيعية على صحة الإنسان النفسية والجسدية والعقلية، وللزلازل الحصة أكبر من هذا التأثير، نظرا للدمار الكبير الذي تخلفه والخوف والهلع الذي تتسبب به. كما أن الزلازل يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية على المجتمعات والأفراد، وتحدث اضطرابات عاطفية وسلوكية، وتكون سببا بالاكتئاب والقلق، ولا سيما بين اليافعين والأطفال. في هذا السياق نرحب اليوم ضمن برنامج مع الحدث الأستاذ عادل الحسني، الحاصل على دبلوم علم النفس الاجتماعي من جامعة محمد الخامس بالرباط. اشتغل في مجال الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي منذ سنة 2010، كاتب لعدة مقالات توعوية في المجال النفسي الاجتماعي، ناشط وفاعل في عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية في أنشطة الدعم النفسي. مرحبا بك أستاذ عادل حسن. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بجمهورك الكريم. شكرا لكم لهذه المتابعة، شكرا لكم لهذه المتابعة مع الناس المتضررين، شكرا لكم لهذه التوعية المستمرة لهذا الحدث وبهذا الحدث، لأنها توعية ضرورية وهامة جدا، لأن المأساة لم تنتهي وربما بدأت بتجلي هذه المأساة في المعاناة ديال الضحايا اللي كتبان نهار على نهار. واخا استاذ عادل، نعم استاذ، اول سؤال يتبادر الى الذهن، ونحن نحاول استجلاء وفهم المتغيرات النفسيه اثناء وبعد وقوع الزلزال، وهي الصدمه التي يشعر بها الانسان في تلك اللحظه، كيف يفسرها الاخصائي وانت اخصائي في علم النفس؟ نعم، بالنسبة للصدمة هي صدمة ليست ابنة وقتها، ليست ابنة الصدمة بحد ذاتها، يعني تقصد بحدث الكارثة الزلزال، لحظة الزلزال لا تنشأ لحظة أو لحظة الكارثة أو لحظة الزلزال لا تنبعه منها مباشرة لحظة الصدمة. الصدمة ليست هي الزلزال بحد ذاتها، بل تأويلنا تفاعلنا مع هذا الزلزال. عدد ربما كتسمعوا كتسمعوا صوت ديال واحد الفريق طبي غيودعنا، وغادي يجي فريق طبي اخر من المتطوعين ديال الجاليه ديالنا المغربيه مقيمه بالخارج، فعذرا على هذا الصوت. على كل حال، الصدمه تفضل. نعم، الصدمه التي نعاني منها جراء هذا الزلزال ليست نابعه من الزلزال ذاته، بل نابعه من تفاعلنا معه. عدد من الناس يصرحون بانهم استشعروا الصدمة أو دخلوا مرحلة الصدمة بعد أن تفاعلوا مع تفاعل الناس، يعني ذلك السياحات اللي كانت من بعد الزلزال، ذلك التكبيرات، ذلك الشهادة، ذلك الفزع، ذلك صرخات الفزع، عاد حسوا بعض الناس والكثير منا، بل كل الناس لم يحسوا بالزلزال إلا بعد أن شاهدوا بعضهم البعض يتفاعلون، وبعد أن تفاعلوا مع الأخبار الرائجة حول الزلزال وبؤرته وضحاياه ومآسيه. الصدمة أيضا تنشئ لنا خيالات قد تكون حقيقية أو قد تكون منعكسة على الحقيقة، أو قد تكون مبالغ فيها، لكن تأثيرها حقيقي. الصدمة أيضا هي الأجوبة المؤجلة لحدث الكارثة، لأنه خلال الكارثة لم نستطع فهم ما يجري إلا بعد دقائق طويلة من وقوع الحدث، فأجلنا الكثير من الأجوبة على الكثير من الأسئلة، فكتمناها وفي صدورنا لكي نتخذ المواقف والأفعال لزاكسيو المناسبة لتلك اللحظة المفاجئة لنا جميعا.
فنشأت لكل واحد منا صدمة معينة بقدر معين، وهذه الصدمة تكون شديدة بقدر القرب من المأساة، مأساة الزلزال. هذا هو هذا التعريف النفسي للصدمة. نعم، وانت تعيش الان الاجواء ديال تيرودانت، يعني وهي من المناطق التي تعرضت للزلزال. كيفاش كيعيشوا هاد الناس من الجانب النفسي والجانب العاطفي؟ كيفاش رصدتي الحاله ديالهم؟ نعم، القادم الى تيرودانت سيلاحظ بان مقر عماله هذا الاقليم يوجد وراءه مباشره الجبال التي تضم هذا الإقليم، وهي جبال. بمجرد الصعود أو المرور بالطريق، يعني أنك تقطع واحد طريق نقول واحد 10 كيلومترات توغل في هذه الجبال، كتبدأ المأساة من جماعة تمالكت إلى أعماق تلك الجبال. المأساة تتعمق أكثر فأكثر، الناس فقدوا ذويهم، ومن ظل حيا فقد الكثير من ممتلكاته والكثير من ذويه. المآسي تتعمق، يعني كلما تعمقنا في الدواوير، تعمقنا في المدارس، نسمع قصصا ونحضر قصصا هي صعبة، مهما بلغ تعاطفنا فلن يستوعب ذلك تلك المأساة التي يحسها هؤلاء. عاودينا شي قصة من هذه القصص سعدي الله يجزيك خير. أول قصة نعم تفضل. وحب هذا لو تقول لنا من بعد كيفاش تعاملتوا مع هاد القصه، يعني من ناحيه نفسيه كيفاش تعاملتوا معها؟ حاضر. اول قصه شفت في اول حصه هي قصه استاذه كانت تقيم في مقر عملها، وفي لحظه الزلزال يعني هبط عليها الردم كما كنقولوا، يعني كانت قاب قوسين من الموت او ادنى من الموت. توفيت زميلتها، توفي عدد من تلاميذها، جيرانها، تعرضت إلى صدمة كونها أنها حوصرت داخل بين الجدران، يعني الجدران اللي هي مرمية عليها. اعتقها فقط أنها كانت في واحد المساحة ضيقة جدا بينها وبين الجدار. توفت زميلة ديالها، توفت عدد من التلاميذ ديالها. كانت لا تظن، كانت دخلت مرحلة الصدمة، دخلتها في عدم التمييز ما بين الخيال والواقع، كان جل اشتغالنا خلال الحصة هو أنها أولا تفرغ، ثانيا تفرغ يعني تتكلم فقط على أي حاجة حست بها، أي حاجة شفتها، تخرجها من المكبوت الداخلي إلى الوعي، يولي ذاك الشيء فقط من أنه محسوس جسديا إلى أن يكون شيء كتوعاه لغة وكتوعاه منطقا، لكي تتشاركه مع آخرين، كي تستطيع التمييز ما بين الخيال والواقع في ذهنها. وكانت هذه أول خطوة اللي رجعتها بواحد النسبة الحمد لله مقبولة إلى التعافي. أيضا كانت قصص أخرى خصوصا بالنسبة للأطفال فقدوا والديهم وما استوعبوش الخبر لحد الآن. طبيعة الحال على حسب السن، الناس الأطفال اللي هم أقل من 8 سنوات لحد الآن ما مستوعبينش فقدان والديهم، ما مستوعبينش فقدان إخوانهم أخواتهم. فلحد الآن كنحاولوا ما أمكن من خلال الألعاب الإسقاطية، من خلال تقنيات ديال لعب الأدوار، لأنهم فقط يسترجعوا وعيهم بالواقع فقط. ثم استراتيجية ديال تبليغهم كتختلف من طفل الآخر، وغادي يتم تبليغهم بالوفاة ديال ذويهم في الوقت الصحي نفسيا ويكون مناسب. عدد القصص اللي ممكن نحكي كثيرة بزاف، لأن على الأقل خلال 4 أيام من العمل شهدنا حصصا، عشتنا حصص فردية كثيرة، حصص جماعية كثيرة. لكن عموما اللي ممكن نقول هو انه الناس فقدت اقرب الاقرباء اليها، فقدت فين تعيش، ناس فقدوا فين، حرفيا فقدوا فين يعيشوا. ناس عايشين يا اما في الخيام، يا اما في المستشفيات، يا اما في الخيام المستشفيات، يا اما في الخيام اللي بجوار الاماكن ديال العيش ديالها، ولكن
حرفيا لا يجدون اين، ما عارفينش المستقبل ديالهم فين كاين. حتى الاخبار اللي كتداول على التدخل الملكي من اجل تعويضهم من اجل بناء سكنهم، مازال لحد الان عدد منهم ما توصلوش بهذه الاخبار بواحد الشكل، يا اما ما توصلوش بها، يا اما ما توصلوش بها بشكل اللي هو واضح، او لا حتى ما مستعدينش نفسيا للتوصل باي اخبار جديده، فقط فاقدين الامل. عدد منهم وصل لحاله انه ما باغيش يعيش فقط، يعني عدد منهم فقط ها هو كاين هنا في المستشفى ولكن ما باغي لا ياكل، ما باغي لا يشرب، فقط لا يريد ان يرجع الى هاته الحياه. نحاول قدر الامكان ان نخضعهم لحصص بايقاع مناسب. الاطباء النفسيون كذلك مع الاخصائيين النفسيين كيتعاونوا باش انهم يسترجعوا ايقاعهم تدريجيا للحياه. الحمد لله عموما كاين واحد التجاوب في بعض الحصص. مثلا في المدرسه المركزيه في تملوكت كانت نسبه الرجوع 95% بعد التدخل ديال عدد من جمعيات المجتمع المدني. كان تدخل من الناحيه الطبيه، من الناحيه النفسيه، وكذلك من ناحيه تقديم الادويه والدعم الكافي لهؤلاء. فالحمد لله تحققت النسبه العاليه في العوده للمدارس، ولكن لا زال هناك خصاص كبير في الفرعيات، في المدارس اللي هي ما زال في العمق، ما زالت تشهد نسبة تدني كبيرة جدا في عودة التلاميذ إلى مدارسهم. كتكلم عن التجاوب، شنو هو نوع ديال التجاوب؟ واش التجاوب غير يرجعوا للدراسة فقط كجسد بدون وعي، بدون نفس، بدون عقل، بدون إحساس، بدون عاطفة، أم هناك تجاوب فعلي يعني 100%؟ شو تعني بها؟ كنعني بها بالتدقيق أنهم فعلا تجاوب العودة للحياة، لأنهم استفدوا من حصص لتمييز التخفيف من آثار النفسية للصدمة. هاد الأطفال وهاد الرشيدين، سواء الأطفال كنقصد بهم في المدارس اللي هي استفدت من الدعم النفسي المباشر، وأيضا المستشفيات الميدانية اللي استفدوا الرشيدين فيها من الدعم النفسي المباشر، سواء كان فرديا أو جماعيا، لأن العملية تقنيا كتعطي نتائج، ماشي لأن العلم وصل بزاف ديال الأدوات. طبيعة الحال كاين فضل كبير للعلم، ولكن أيضا العلم يستثمر واحد الغريزة دايرها مخلوق بها الإنسان، دايرها الله عز وجل في الإنسان، هي غريزة الحياة، غريزة العودة إلى الحياة. فالاستثمار في هذا العنصر واستغلاله ساعدنا بزاف أنه نجحوا عبر الأدوات العلمية والتقنية أن هاد الناس يرجعوا. طبيعة الحال هو رجوع منكسر، لكنه رجوع، وهذا هو الهدف من الدعم النفسي، أن أرجع إلى الحياة وأقبلها كما هي، وأن أقبل الفقد كما هو، وأستطيع تحريك غرائز الحياة وتحريكها. وهذا الحمد لله لاحظنا فيه تجاوب وانسجام مع النفسيات اللي هي كاينة هنايا في القرية، لأن عموما في حياتها العادية كتعامل مع الطبيعة بمنطق الممكن، ماشي بمنطق الدراما، أن كل شيء أو لا شيء. وهذا المشكل إحنا كنعانيه فيه في الناس ديال المدينة، لأنهم كيتلقاو أغلب خدماتهم عبر وساطات الضوء، الماء، الانترنت، السكن، الأمن، كل شيء كناخدوه من عند وسطاء. فإلا فقدنا هذا الشيء في شكلتا لا قدر الله، فالدراما ديالنا والمأساة، حجم المأساة يكون متضخم جدا. بينما الناس ديال البادية فاش كتوقع الكارثة بحال هذه، فهما اصلا ما كانش عندهم هذه الخدمات بتلك الوفره اللي عندنا وبتلك السهوله اللي كانت عندنا اللي عندنا حنايا. فعودتهم الى الحياه وقبولها هو اكثر امكانا، والحمد لله نتائج الارض بدات كتبان. ولكن الناس اللي خاصهم توصلهم خدمه الدعم النفسي راه مازال اكثر، مازالت الاغلبيه مازال ما وصلهاش هذا الدعم. واخا استاذ عادل، اشنو هي المنهجيه اللي اعتمدتوها في هذه الحصص النفسية؟ نعم، بالنسبة للحصص الفردية، أولا الاستماع، والاستماع هو ماشي مجرد إصغاء، هو تقنيات. فالمستفيد من خدمة الدعم النفسي هو يقدر يكون إنسان باغي يتكلم، يقدر يكون إنسان ما باغيش يتكلم أو لا ما قادرش يتكلم. جميع الأحوال نحن في الأولى المدعم النفسي هو يحاول ما أمكن أن يضع في أمامه محفزات الحديث. إذا ما بغاش يتكلم فهو كيتحدث على المآسي اللي وقعت، كيحط قدامه فرضيات
كيعبر له بانه نحن في الدعم المطلق له، كاين امكانيات لاصلاح الامور، وما كنقولوش ليه بطبيعه الحال حنا راه كنحسوا بك ولا هذا الشيء كنعيشوا بحالك نهائيا، لانه سهل جدا انه يعرف بانه بوحده اللي حس بديك المعاناه، ولكن كنقولوا له نحن في الدعم المطلق وحنا امكانياتنا كلها هي بين يديك. الله يرحم اللي ماتوا، ولكن راه كاينه حياه، كاين واحد القلب كينبض فيك والامل فيك، والناس اللي بقاو لك في عائلتك راه باغيين يشوفوك، باغيين يسمعوك، باغيينك تبقى حداهم. ف باش تساعد نفسك، باش تخرج من هذه الحاله ديال الصدمه، باش تخرج من هذه الحاله النفسيه، من الضروري انك تتكلم، وكلما تكلمتي كلما خففتي على قلبك ديك المعاناه. هذه المرحله الاولى. فاذا نجحنا في هذه المرحله الاولى، سواء عبر انه يتكلم او انه قدرنا نخليه يتفاعل مع الحديث ديالنا، سواء حتى هادشي كان تحس الجماعي اللي غنتكلم عليها من بعد، وكنجيو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي كنعرفوا النقط بالضبط اللي تاثر بها السيد او السيده، لان كل واحد والعناصر اللي خلاته مصدوم. كاين اللي الصدمه ديالو في الناس اللي فقدهم، كاين اللي الصدمه ديالو في الخوف ديالو انه يفقد، وراه مازال ما فقد حتى شي حد، ولكن كيسول نفسه سؤال كبير ما قدش على الجواب ديالو. ماذا لو فقدت العائله ديالي؟ واش غادي نقدر نقدهم؟ راه جيراننا ماتوا كاملين، وانا وهذوك الناس اللي عندي انا ما ماتوش، ولكن تخيل لو انني عاجز قدامهم، كيف ما العجز اللي وقع لي اثناء الزلزال، فكيكون مصدوم قدام واحد الاحساس بالذنب غامر جدا. فهنايا كنحددوا النقاط بالضبط اللي هو متاثر بهم، يا اما احساس بالذنب، يا اما ديك المتلازمه ديال الناجي، متلازمه الناجي هذه اللي كانت عليها دراسات في الناجين من الهولوكوست ومن الزلازل القديمه. فطرنا هذه النظريه ايضا فانه فعلا كاين ناس عندهم ديك عقده نشات على حين غيره، من انهم علاش هما نجاو والاقرباء والاحباء ديالهم ما نجاوش، وتمت معالجتها بطبيعه الحال وفق ايقاع صحي سليم وهادئ، والحمد لله كانت النتائج مزيانه. ايضا هذا الشيء بطبيعه الحال مع المرحله الختاميه ديال المصالحه، مصالحه هذا الشخص هذا مع ما وقع من بعد، فاش كنحيدوا له الجانب المتخيل وكنلصقوا ما هو ما واقعي، ما هو واقعي مع ما هو منطقي، وكيوليو في الذهن ديالو واضح، كيولي الانسان بدا واحد التعفف تعافي مزيان. هذا بالنسبه للحصص الفرديه. بالنسبه للحصص الجماعيه كتكون اكثر جدوى، اكثر فعاليه، لانها خصوصا مع الناس اللي باقي عندهم واحد الوعي، قادرين انهم يتفاعلوا مع الطبع ديالهم. علاش؟ لانهم كيتلاقاو ناس مروا من تجربه مقاربه لهم، سواء اقل منهم في الماساه او اكثر منهم في الماساه، فبمجرد سماعهم المآسي الاخرين وانهم كيطرحوا ماساتهم على اخرين تهما عاشوا بحالهم، فكيوقع واحد التعديل نفسي وتوازن نفسي طبيعي، فاش كيتصنتوا لبعضياتهم، فكيشوف الناس اللي هما اكثر منه كيحس براسو راه هو عنده واحد الامتياز، وكيشوف الناس اللي هما يا اقل منه كيحس بانه راه صبر، وكانت عنده قدره على الصبر. وايضا حتى المعلومات ديالو حول الزلزال كتقاد، حتى تاويله يكون سليم لهذا الحدث، وكيرجع دوك الظواهر اللي عاشهم ما كيبقاش يفسرهم تفسيرات اللي هي ماشي صحيحه. كيولي مثلا الضوء اللي شفناه في الليل، حركه الزلزال اللي كانت عموديه او لا افقيه، كيولي كياخذ المعلومات من الاجماع اللي كيكون داخل، اللي كيلقاه او اللي كيسمعه داخل العمل في مجموعه الدعم. نعم هذا المجمل الفائده اللي كيتلقاها في العلاج النفسي الجماعي. كتمر من المراحل. تفضل. واخا وسط احنا كمغاربه وكمسلمين، واش العامل الديني او بما يسمى بالايديولوجيا الدينيه واش كانت حاضره في العلاج النفسي؟ خصوصا احنا كنعرفوا اننا عندنا واحد المجموعه من المعتقدات كنامنوا بها منذ صغرنا، مساله ديال كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واش العامل الديني كان حاضر؟ احنا كنعرفوا أن العامل الديني مؤثر جدا جدا في نفسية
الإنسان، خصوصا في مثل هذه الزلازل التي نعتبرها كمسلمين هي قدر من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم، تأثير ديال الكارثة هو بقدر ما هو يضع الإنسان في أحد الطرفين، في اللحظة ديال الإحساس بالمأساة والتعرض لها، قد يعرض نفسه، قد يتعرض ويجد نفسه مندفعا إلى التطرف في إنكار حتى الدين ويؤاخذ الله عز وجل إلى غير ذلك، وأيضا يجد نفسه في النقيض إلى أن يلتصق وأن يستند إلى هذه المرجعية من أجل أن يحافظ على كينونته النفسية في جميع الأحوال. في جميع الأحوال في كلا الاتجاهين فنحن نشجع مبدئيا على التفريغ، لأن في التفريغ يصح ما لا يصح في الأحوال العادية ويعذر ما لا يعذر في الأحوال العادية. فالإنسان ما كان أخذوش نهائيا على الأقوال دياله في هذه اللحظة، ولكن عموما اللي شاهدناه هو أنا شخصيا لقيت هذا الأبيض والأسود في التعامل مع الدين أو في الاستناد إلى الدين. الناس اللي يقولك استغفر الله العظيم، ها هو كيقولها بهذه العبارة، استغفر الله العظيم أنا أخذت سيدي ربي، علاش وقعينا هذا الشيء وعلاش ما وقعش الناس أخرين هذا الشيء. ولكن هذه اللحظة هذه هذا ماشي موقف ثابت، هذا موقف انفعالي، مزيان أنه يخرج حتى أفكار اللي هي متطرفة تجاه نفسه، أنا بغيت نموت، أنا علاش أنا بقيت حي. ألو هذا الشيء خصو يخرج، خصو يخرج كلغة. من بعد راه كيتقاد داكور. القضية أيضا المعتقد الديني ما يمكنش نتكلموا عليه كأيديولوجيا، ولكن نتكلموا عليه كمعتقد كمشترك بين المغاربة، واللي كيتسم بواحد الذكاء عاطفي، واللي كيستوعب جميع الأحوال الانفعالية اللي كنعيشوا. اللي لاحظتوا بأن سواء هذه أن في البوادي أو اللي حتى الناس اللي هم متدينين أو بالطريقة اللي هي فطرية عادية شعبية، يتعاملوا مع الدين ديالنا بواحد السلاسة اللي كتخليه دائما هو داعم لهم في علاقتهم مع الله، كتكون دائما أن الله يراقب، أن الله اختبر، أن هذا الشيء راه من أساسيات الطبيعة، القسوة ديال الطبيعة ماشي فقط في الزلزال، القسوة الطبيعة لكن في الجفاف، راه عانوا منها في الجفاف، عانوا منها في البرد، عانوا منها في الفيضانات، وهذا الشيء بالنسبة لهم ماشي شي حاجة جديدة تجاه الطبيعة، وبالتالي ليس جديدا في علاقتهم مع الله. فهم عارفين متأكدين وعاشوا هذا الشيء، وعندهم في نفسيتهم أن علاقتهم مع الطبيعة هي علاقة فيها هذا الشيء، فيها هذا القسوة، فمربين على هذا القبول وعلى هذا التقبل. وهنايا كاين المكمون ديال المعتقد اللي منتشر هنايا، هو ان قبولنا لهذه الكارثه هو مرتبط بقبول هذا الخلق، هذا اللي فيه مكنونه جوهره او في احد المكونات الاساسيه فيه القسوه اللي كاينه في الطبيعه. خصوصا استاذ عادل، وحنا كنلاحظوا وشفنا واحد الفيديو من الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ان هذا الزلزال هذا كان سبب في تفجر واحد مجموعه ديال العيون ديال الماء، واللي حدث واحد الشلال قوي بزاف، خصوصا ان المنطقه كانت تعيش نوعا من الجفاف، يعني غياب الماء او يكاد الماء ان ينعدم. هذه من الامور اللي قالها واحد في الفيديو، كل نعمه في طيها، كل نقمه في طيها نعمه، وكل محنه في طيها منحه. السؤال اللي عندي الموالي استاذ عديد هو واش الزلزال، بحكم الخبره ديالك، واش الزلازل وهذه الكوارث الطبيعيه لها علاقه مشابهه للحروب اللي كنشوفوها في العالم من ناحيه الاضرار النفسيه والعاطفيه؟ لا اعتقد بان هناك شبه، لان الحروب هي مرتبطه بصراعات، وصراعات متولدة عن صراعات. مثلا في الحروب يقدر الضحية كيلوم الدولة ديالو أنها دخلت في حرب وهو اللي وقع ضحية، بينما في الزلزال لا يمكن أنك تلوم الدولة ديالك، لأنه راه الزلزال وقع، والزلزال المتسبب ديالو الطبيعة أو الله عز وجل، صافي ما نقدرش ندخل في صراع. ولهذا احنا شفنا بأن الانحدار ديال القيم اللي مولفين كنشوفوها في الكوارث ما شفناهاش مع الناس ديال البادية، الحمد لله. راه من حقهم انهم يسرقوا ويقتلوا وينهبوا ويديروا وما داروش هذا الشيء، راه طبيعي، يعني ماشي قضيه حقهم، طبيعي، من الطبيعي، الحق الطبيعي لشيء التسميه انهم يديروا وما داروش. كور علاش؟ لان كارثه الزلزال، اولا لان عندهم قيم عاليه ومتساميه وعندهم هذه التربيه هذه، فالحمد لله انه
راه الا وقعت في المدن هادشي راه كانت غتكون واحد الانيميا اجتماعيه راه خطيره جدا. الحمد لله والظواهر اللي هي صغيره ممكن انه دابا حيت المجتمع دابا كيلاحظ بانهم الناس دابا راه كيدابزوا على المساعدات، لكن هذاك الشيء راه صغير جدا للفضل والصبر اللي صبروا معنا هاد الناس هاد، راه خصنا نتحملوهم. بالعكس راه هما خصهم يقبلوا علينا ويقبلوا على التاخر ديالنا، لانهم هزوا على المغرب واحد الضربه لو انها جات في قنت اخر عامر بالمدنيين السكان ديال المدن كانت تكون كارثه اكبر. فالاختلاف هنايا واضح في ان الطبيعه ديال الكارثه كيكون فيها صراعات اقل، وان الناس حاليا في صراع مع الزمن ومع الكارثه بحد ذاتها وليس مع البشر. نعم، خصوصا وان هذه الكارثه كانت يعني لحظيه مرتبطه بواحد الزمن معين، ليست كباقي الكوارث الاخرى منها الحروب وغيرها. اذا كاين شي اضافه اخيره سي عادل؟ الاضافه انايا كنبغي نحط نداء عبر القناه ديالكم استاذ باش نادي المواطنين والمواطنات والجمعيات والمؤسسات المهتمه بالاغاثه انهم يستمروا في اغاثه هاد الناس، الاسر، العطله المدرسيه الجايه ان شاء الله في اخر هاد الشهر ان شاء الله، مزيان كل اسره تخصص عطله ديال في العطله واحد يومين او ثلاث ايام زور هاد الناس، جلس عندهم، دعمهم، راه غيكون واحد الدعم تلقائي شعبي رائع جدا. جمعيات المجتمع المدني كناديكم انكم تهتموا باستجلاب الناس اللي مختصين في الدعم النفسي باش يعتقوا هاد الناس، خصوصا الاطفال اللي خصهم يرجعوا المدارس ديالهم. شكرا. نعم، شكرا استاذ عادل الحسني اخصائي في علم النفس. نضرب لك موعدا ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل في موضوع اخر. شكرا جزيلا لك. شكرا، في امان الله.